في الواقع الإنسان المنتظر المرتقب يعيش ذروة العشق. انظروا إلى الصور التي فيها الانتظار. أم تنتظر الولد، أب ينتظر ابنه، ولد ينتظر أباه، زوجة تنتظر زوجها. شوف الإنسان يعني من ينظر إلى هذه الصور يحس أن هناك عشق واقعي، عشق حقيقي، كأن الإنسان يفدي نفسه في سبيل الغير. الانتظار هكذا، الانتظار يعني يفكر في الغير. فيجب علينا نحن ومعشوقنا الحقيقي الإمام الحجة أرواحنا فداه أن يكون كل تفكيرنا فيه سلام الله عليه. فإذا كنا هكذا نرى أنفسنا في حالة أخرى، والناس أيضا يروننا بشكل آخر. النور يتشعشع في الإنسان المنتظر، يعني حالته حالة أخرى، وجناته، حركاته، فكره ونجاحه أيضا يختلف عن غيره. ولذلك نحن لابد أن نكون من المنتظرين. لمن؟ منتظرين لوجه الله الذي يتوجه إليه الأولياء، المعشوق الحقيقي الذي هو السبب المتصل بين الأرض والسماء.